السلام عليكم. راح نكمل لاب 3 حلول الأسئلة. هذا السؤال يذكر انه ديزاين لاب فيو بروجرام، انه صمم لي برنامج لاب فيو انه عندي الليد راح يطفي ويعلق continuously، يعني باستمرارية، at adjustable rate، يعني راح اقدر اتحكم بقيمته انه افتح كم ثانية واطفي كم ثانية. يعني من السؤال اللي افهمه انه انا احتاج لفد ليد معين يفتح ويطفي باستمرارية، يعني بما انه ذكر لي continuously باستمرارية انا احتاج لي فد لوب معين، ونحن عم نستخدم الوايل لوب at adjustable rate انه ممكن اعدل بالقيمة مالته. يعني انا ممكن اتحكم الضوء يفتح عندي كم ثانية وخليه يطفي كم ثانية. زين اوكي، بما انه اتحكم كم ثانية يعني احتاج لي تايمر. هسه نحن ذكرنا نحتاج لد، بما انه continuously ذكرنا نحتاج while loop راح نستخدم. بما انه كم ثانية نحتاج ونقدر نتحكم بيها راح نضيف تايمر 2 اوكي اللي هو الويت، وبما انه نتحكم نضيف control على time. ماشي، هاي الفكرة من السؤال. هسه وين راح نجي؟ خلينا نفتح نافذة جديدة. ماشي تمام، Ctrl T. ذكرنا انه نحتاج ليد، نجي على Front Panel كليك يمين راح نضيف لنا ليد. ماشي كملنا ليد، ذكر عندي انه Continuously يغيد، فراح نجي هون على Block Diagram نضيف ال While Loop اوكي. ونفس ما ذكرنا انه نحتاج دائما على الكنترول على الستوب كريت كنترول حتى نخرج من الوايل لوب. كمان هون ذكرنا انه نحتاج يطفي ويعلق بوقت معين، اذا نحتاج تايمر 2 اللي هي بال يسموها وين كان عندنا التايمينج. التايمينج نجي على الويت ونكرر مرة الله. بما انه قلنا نحتاج انه خلال ثانية يشتغل مثلا وخلال 3 ثواني يطفي، اذا نحتاج كنترول على التايم. نجي على التايم كليك يمين كرييت كنترول، وهوني كرييت كنترول مثلا اسمي هذا اون تايم، والجوا مثلا نسمينه الاوف تايم. تمام هسه راح تبقى عندنا سالفة وحدي انه اشون اقول له انه انت اون وانت اوف مرتين. فبما انه عندي حالتين انه اون اوف راح استخدم الكيس. ماشي اللي هاي كنترول يعني كليك يمين ستركتشر كيس ستركتشر اوكي. نحن قبل ذكرنا انه نحن لازم هالمربع الاخضر لازم نحدد نوعية البيانات، اما true او false او numeric نستخدم ارقام انه يكون عندي اكثر من حالة. بس بما انه انا عندي on off حالتين فراح اكتفي بالبولين اي قيمة on off. ماشي يعني true او false، فهسه راح انطي قيمة بدائية للwhile loop كامل اللي هي true. راح ادخله true من البولين، راح اخليلي وين true يعني ربطنا ترو، ندخل البوليان داخل وايل لوب. ماشي نرجع نربطها مع الضوء ونربط الكيس مع شنو مع الترو. هسه حاليا اتحدد عندي ترو دائما، يعني سترو راح تدخل على وايل لوب راح توزع تشغل لي الضوء راح تنطيني تنفذ لي الاون تايم. هخليه هوني. ماشي هسه ايش يبقى لي؟ زين انا هسه دائما راح ينطيني ترو، يعني هسه جاني ترو شغل الضوء شغل لي ستراكشر كيس على ترو. زين انا ايش نقلبها على الفولس؟ لازم اكف الطريقه احول بين ترو بين فولس. فانا ايش الترو اقلبه فولس؟ اقلبه عن طريق ايش؟ عن طريق النوت بوب نوت. اجي كليك يمين بولين نجي بوابة نوت طفتوها. هسه ايش عندي؟ اذا ربط اي هوني راح ترو يطلع فولس وما صار شيء، فاحتاج ارجع القيمه مره الاخ. من احتاج ارجع قيمه داخل الفور، يعني دائما نستخدم شيفت ريجستر. راح نجي على النقطه الخضراء هوني كليك يمين ريبليس وذ شيفت ريجستر. كملنا هسه راح نربطها هوني.
هسه الفكرة وين صارت عندي؟ هسه انا راح انطيني ترو، ماشي، راح اشغل لي الضوء، راح يشغل لي ستراكتشر كيس، راح يدخل بالاون تايم، راح يغشع بعد كم ثانية حتى يبقى اون يهوني، وغانو بعد ما يكمل راح يرجع، يعني بعد ما ينتهي الزمن مالتي مال اون راح يرجع القيمة. اون ما عندي ترو، نوت راح يصير عندي فولس، فايش راح يصير عندي؟ راح ترجع عندي الفولس، راح من يصير عندي فولس راح يدخل عندي الفولس يحول لي ترو الى فولس اللي هي هذه. الفولس حاليا فرغة، فعندنا الاوف تايم راح اخليه هوني. وحتى نوضحها اكثر ايش نعمل، راح نجي نفتح هوني هذا الضوء حتى نشيك الخطوات. فهسه اذا نلاحظ اذا شغلنا ترو اعطينا ترو صفر، اس الاون صفر والاوف صفر، ما راح نلاحظ اصلا يعني باعتبار اذا نشيل الضوء يطفي على السريع، فما راح نستفاد شيء. راح نقول له مثلا الاون عبارة عن ثانيتين 2000 ملي سكند، والاوف مثلا 3000. خلينا نقول هسه خلينا نلاحظ هسه فولس طفى بطفى، بعد 3 ثواني يبعث لي ترو، بعد ترو شغل الضوء وحول هاي الى ترو وصار فولس، بعد ثانيتين يتفعل فولس يهوني. يعني اذا ثواني خلينا نزيد وقت اكثر، مثلا نعمل 5000 ب5000، يعني 5 ثواني ب5 ثواني. هسه راح نلاحظ ان الفولس عطي هوني صار ترو، حول لي فولس الى فولس، بعد 5 ثواني بحث ترو مرت الاخي هوني. هسه من بعث ترو حول لي الفولس الى ترو، راح ينتظر 5 ثواني مرت الاخ صارت يوم فولس حتى يرجع. يعني هسه ننتبه على سالفة انه الفولس طفالي الضوء اول شي، والفولس تحولت الى ترو، والفولس حوله ينتظر 5 ثواني، بعده بعد ما يكمل 5 ثواني يبعث ترو. الترو ايش راح تعمل؟ راح تشغل الضوء، تطلع النوت، تقلب فولس، تحول هاي الترو، بعد 5 ثواني من تخلص يبعث مرت الاخ بالعكس. هاي الفكرة منه، اوكي؟ هاي فكرة اون تايم اوف تايم. زين هسه نكنا سيموليشن، جاء طلب مني انه اشغله كاردوينو، اشون بكل سهولة نفس قبل شوي ايش كنا نعمل؟ كنا نجي نضيف الانيشلايز، نعرف الاردوينو، اوكي؟ بما انه عندي ضوء واحد فبن واحد احتاج ما اكثر. راح نجي انه create constant اللي هو بن 3 عندي حاليا، اوكي. نجي على البورت تايب اللي هو اون عندي. هسه نحدد ايه بن عندنا اوتبوت لو انبوت، عندنا ضوء اذا اوتبوت. نجي بما انه ديجيتال نروح على سيت ديجيتال بن مود، اوكي. هسه ايش راح نعمل؟ خلي فيه بس نرتب هذه، تمام. هسه نحتاج انه ديجيتال رايت بن اللي هو هذا، ماشي. قلنا نحتاج كلوز بالاخير، هاي كلوز، ونربط هوني ونربط هوني، تمام. هسه كملنا. هسه ايش بقى لنا؟ نعرف ام بن. اذا هسه مثلا نحن نربط على بن رقم 7، ماشي، راح نجي على الاردوينو نشيل الوايرات القديمة بس نخلي جراوند. راح اربط حاليا على بن رقم 7 بس، ماشي. هذا بن رقم 7 وهذا عندي الجراوند مربوط، وعندي الضوء وعندي مقاومة. فهسه نرجع على الرابط اللي عندنا، نعرف ان اول شيء بن عندي رقم 7 هو عبارة عن اوتبوت ما انبوت، نفس الحالة هوني هي عبارة عن رقم 7. هسه هالمكان اللي تقلي اون حتى يطفي لي او يعلق لي، يعني ايش عندي هوني؟ يعني بيانات من نوع اللون الازرق ولون اخضر في هالمكان. فانا اللي قيشغل لي الضوء اللي هذا ترو اللي هو نفسه عايشغل لي الضوء، اخذ من عنده خط حتى يشغل لي الضوء اللي بالخارج،
يعني الضوء اللي بس الخط اللي ينطيني لتشغيل الضوء بسيميوليشن هو مفروض نفس الخط اللي ينطيني تشغيل الضوء بالواقع، ماشي؟ فحول البيانات من النوع الأخضر إلى النوع الأزرق من البوليان إلى هالنوعية، كليك يمين على البوليان، بوليان 2 0 1، ناخذ خط من هالمكان بس ونربط هاي. هسه نجي نشغل كنترول تي، إذا شغلنا على سبيل المثال اوكي، اذا شغلنا راح نلاحظ اشتغل عندي هسه بعد 5 ثواني يطفي، مين يطفي هون يطفي هوني، هسه بعد 5 ثواني يشغل، تمام. هاي بالنسبة الفكرة مع الاول سؤال. اما اذا جيني بالنسبة للسؤال الثاني، يذكر انه design a lab view program that blinks 3 lights on and off continuously and sequentially at adjustable rate. اوكي، هون يضاف شوية على السؤال، راد عندنا 3 أضوية راح نضيفها مرة هون، تطفي وتعلق continuously باستمرارية. اذا راح اضيف 3 أضوية بما انه ذكر continuously يعني يحتاج loop، ونحن نستخدم while loop and sequentially. اوكي، هذه عندنا دالة اسمها sequential اوكي at adjustable rate بوقت مثل محدد. على سبيل المثال بما انه عندي وقت محدد 3 أضوية يعني احتاج 3 تايمرات بما انه اتحكم بهم، نربط عليهم 3 كنترول، يعني الفكرة 3 لتات تطفي وتعلق on off continuously while loop sequentially الدالة sequential adjustable rate بوقت محدد، يعني نضيف بما انه عندي 3 لتات اتحكم بها يعني 3 تايمرات و3 كنترول عليهم بس. هسه ايش نعمل؟ نرجع على المثال اللي عندنا، سحني ستوب، راح نمسح المثال القديم. قلنا عندنا شنو؟ عندنا 3 لدات، نجي نضيف اللد الاول اوكي، نرجع نضيف اللد الثاني نرجع نضيف اللد الثالث، تمام. ضفنا 3 لدات، قلنا continuously بشكل مستمر، راح نجي نضيف من بلوك دايجرام الوايل لوب. نحن ذكرنا من نضيف وايل لوب لازم نعمل له كنترول على الستوب، كليك يمين كريت كنترول، كملنا حاليا. بما انه ذكر عندي 3 يعني adjustable rate، 3 يعني يتحكم بالوقت مالتهم، نضيف 3 تايمرات، 1 كنترول سي كنترول في مرتين، هاي 3 مرات، ماشي. كملنا التايمرات، غاد من عندنا انه نعمل كنترول، فكليك يمين كريت كنترول، كليك يمين كريت كنترول، كليك يمين كريت كنترول. هسه نحن نتحكم 3 أضوية، خلي على سبيل المثال اكتب على اول واحد لايت 1، هذا نسميه مثلا 1، هذا نسميه لايت 2 هذا نسميه 2، هذا مثلا لايت 3 وهذا نسميه 3، تمام. اول هذا الثاني وهذا الثالث اوكي. فهسه بعد ما كملنا ذولي ايش راح يبقى عندنا؟ ذكر عندي sequential، اذا لاحظ بالستركتشر عندنا flat sequence، هاي flat sequence راح نخليها داخل الوايل لوب. اذا تلاحظون السؤال 3 لت ضفنا 3 لت، continuously ضفنا الفور لوب اللي تعمل continuously، and sequentially ضفنا الأداة أو الدالة الخاصة بالsequential اللي هي الflat sequence. آخر شيء adjustable rate، يغيت من عندي إنه أتحكم مثل بالوقت، هذه 3 تايمرات وأتحكم بالوقت مالته. الفكرة من الflat sequence إنه
اجي عليها على الاطار مالتك اليمين اد فريم عند 3 اضويه، فاحتاج 3 اطارات باعتبار. ايش راح يصير عندي؟ لانه انا من ينفذ عندي اول خانه ينتقل على ثاني خانه، من يكمل تنفيذ ثاني خانه ينتقل على ثالث خانه. اوكي، هاي الفكره منه. بس خلي نكبر الشاشه. تمام، هسه مثلا نجي تايمر الاول، تايمر الثاني، تايمر الثالث. راح نجي نخلي اوكي الضوء الاول، الضوء الثاني يفتح بعدين، والضوء الثالث بعدين. اللايت الاول تحكم بينه كم وقت، اللايت الثاني، وهذا اللايت الثالث. ماشي، الضوء الاول راح يفتح، يفتح وغانو الضوء الثاني بوقت معين، والضوء الثالث يفتح وغانو بوقت معين. فهسه بعد ما كملنا هالترتيب، هسه شلون راح نشغلهم؟ هسه حاليا خلص الترتيب مالتنا، ايش راح يبقى هنا؟ راح يبقى نفس الطريقة ما قبل شوية، احتاج شيء يصير ترو يشغل هذولي. فاشنو هو الشيء اللي ترو اللي يشغل لي ذولي كلتهم؟ اللي هو نضيف ترو. نجي على البوليان، نضيف ترو، راح نشغل، ندخل على الوايل وندخل على الستركتشر، راح اخترق كل الستركتشرات. اوكي، كنترول بي. فهسه نحنا عبرنا الضوء اللي راح يشغل هذول الاضوية كلتهم. بعدين ايش نعمل؟ نربط الضوء معانا. الليد الاول نربطه مع هالخط، والليد الثاني راح نربطه مع هالخط، والليد الثالث راح نربطه مع هالخط. هسه حاليا دائما تروح انه اسيجين على الكنترول مالته، مثلا الف ثانية يشتغل اول واحد، بعد الف ثانية ثاني واحد، بعد الف عفوا الف ملي سكند يعني الف يعني ثانية يشتغل الثالث. هسه اذا شغلنا ايش راح يصير؟ انه اول ضوء ترو، بعد ثانية راح يشتغل الثاني، بعد ثانية يشتغل الثالث. ماشي، بس اصلا سكان شيكتو فشغالين، فنحتاج اشون نطفيهم. تمام، اذا طفينا مرة اللخ طفينا وشغلنا، بعد ثاني اشتغل، بعد ثاني اشتغل. تمام، هسه هو اشتغل بس ما كونتينيوسلي، بس اشتغل مرة وحدي، احتاج اطفينه. فاشون ينطفي نفس الطريقة ما قبل شوية، نحتاج شيء يعني بعد ما يشغل كلم يعكس مثلا ويرجع القيمة. فايش راح نعمل؟ هم بس نضيف بوابة النوتس على البوليان. ماشي، نربط معها يعني رابط مباشرة، بعدين نحول لشيفت ريجستر، اخر شيء نربطه هوني. هسه ايش صار عندي انا؟ الترو راح يشتغل عندي، راح يفوت يشغل لي الضوء الاول بعد الثانية، بعد ما تكمل هالثانية ينتقل للستيج الثاني المرحلة الثانية، راح يشتغل الضوء الثاني، بعد فترة اللي حددناها راح ينتقل على الضوء الثالث، بعد ما اشتغل وكمل وكل تم راح يدخل لي ترو الى بوابة اشنو؟ نوت، راح يصير فولس. ماشي، الفولس راح ترجع مرة اللخي هوني، راح تطفي لي هذا، ترجع بعد الثانية طفي لي هذا، ترجع بعد الثانية طفي لي هذا. وصلت الفولس عند اي هوني، لقت بوابة نوت تقالبه صار ترو، ترجع مرة اللخ اي هوني ترو، وتشغل هذا وهذا وهذا. يعني اذا هنلاحظ نشغل، ثاني اشتغل اشتغل اشتغل، هسه يطفي يطفي يطفي، هسه جات تروح هوني وتروح هوني وتروح هوني، يرجع فولس هوني فولس هوني فولس هوني، بوابة تقلب ويشغل هكذا تستمر عندنا. زين، هسه نحنا عملناها كسيميوليشن، عشان ندخل عليها الاردوينو بكل بساطة نفس قبل شوية، بس خلينا نطفي الاضوية. اوكي، نجي حاليا كليك يمين، نضيف تعريف مالتنا امبورت اللي هو بورت الثالث، نوعه هو اونو ثابت. نرجع اشنو صاعدنا هسه على سبيل المثال 3 لدات، فاما نستخدم طريقة ال بدون فور او طريقة الفور. فهسه بالنسبة لي راح استخدم طريقة
العادية. set digital pin mode 3 مرات، هذه أول مرة. copy control c control v control c عليها control v، صار عندي 3 بنات. اوكي تمام. هسه نحن كملنا هالمكان، هسه ندي نعرف انه الكل عندهم عبارة عن output، عبارة عن output وعبارة عن output. حلو، هسه ام بنات راح نستخدم 12 او 11 و 12 13، خلينا نقول بن 11 المفروض 11، هذا 12 وهذا 13 اللي هو الخاص بالاردوينو. بعده قلنا بما انه عندنا اردوينو لازم كلوز، نعمل نرجع بما انه انا عندي ديجيتال فايش احتاج؟ احتاج الديجيتال رايت بنز اردوينو لو ليفل ديجيتال رايت بن. اوكي اول واحد هوني، ثاني واحد هوني، وثالث واحد هوني، نجي نربط معهم. تمام، هسه نفس قبل شوية انه الرايت وين بن 11، خلينا نقول بعدين بن 12 وبن ايش بن 13. ماشي، هسه ايش بقالنا؟ بقالنا البيانات. البيانات ما يصير ان احنا نكتب عندنا واحد او صفر، لان نحن عن يعني الضوء يشتغل عن طريق هذا الخط، اذا نعطي واحد ما يصير، فناخذ من نفس الخط اللي قشغل هذا الضوء. فشلون نحول بيانات من النوع الاخضر البولين الى الازرق؟ عن طريق ايش؟ عن طريق البولين، بولين تو 0 1. اوكي نوصل شوي خبصة هوني، فنسحب خط من هالمكان على، اوكي ربطنا هوني، نرجع نفس الطريقة بالنسبة لهالمكان، نسحب خط من وين؟ من الضوء الأخضر ونربطه على البن، ونفس الطريقة نسحب من الضوء الأخضر ونربطه على قيمة الفاليو، حتى إذا صار واحد يشتغل يسار صفر يطفي عندي هذا الضوء اللي بالواقع نفس اللي بالسيموليشن. هسه يفترض كملت عندي، راح ننتقل للجزء العملي. أوكي بس انا وين رابط البنات عندي؟ انا رابط على بن رقم 7، انا كتبت 11 و12 و13، فهسه هاي 11 اوكي وهاي 12 مباشرة اوكي، و13 اللي هو مربوط نربط على المقامة. هسه نجي نشغل البرنامج، راح نرفعه. طبعا وقفت الفيديو لان صارت لي فد مشكلة معينة، من كتو هذا عمل ايه هوني كوبي بيست، فالظاهر ما صارت كوبي بيست لهذه، صارت كوبي للقديمي، ليش صراحة ما أعرف. فالأفضل إنه نتأكد إنه الكل مكتوب عليهم رايت بهالمكان، و أو نضيف عن طريق الأردوينو واللو ليفل والديجيتال رايت بن وحدي وحدي، هاي أفضل طريقة. فهي نفس ما عملنا، ما غيرتوا أي شيء بس غيرته ووسعته وحتى يكون أكثر واضح. تمام،
بس اذا جينا شغلنا على سبيل المثال نلاحظ انه اول ثاني ثالث هذا يطفي يطفي يبي يطفي. فاذا حولنا على الليدات اللي هتصير هذه ثواني يشتغل بيشتغل وهذا يشتغل. هو هيصير ديلي بين السيميليشن وبين هذا، بس الفكرة شغالة انه هذا يشتغل هذا يشتغل هذا يشتغل، بعدين هذا يطفي وهذا يطفي وهذا يطفي بعد ثانية، فالأمور تمام بالنسبة لهذا السؤال. أما إذا راح نجي للمثال الثالث فصراحة كلش سهل، مجرد يريد ترافيك لايت لون أحمر وأخضر وأصفر، الضوء الأحمر يشتغل مثل 120 ثانية ويطفي، بعدين ورانه يشتغل الضوء الأخضر 30 ثانية ويطفي، والليلو مثلا يشتغل 3 ثواني ويطفي بعدين، بس هكذا. يعني نحن عندنا راح يكون 3 مراحل، الضوء الأول شغال واثنين طايفين، المرحلة الثانية ثاني واحد شغال والأول والثالث مطفي، المرحلة الثالثة الأول والثاني يكونوا طافيين والثالث شغال. بما أنه افتهمنا الآلية شلون يشتغل وافتهمنا أنه على أكثر من مرحلة فأكيد يعني شيء هيتكرر. فايش راح نجي نجيب 3 أضوية، أوكي الأول والثاني والثالث، ماشي. اوكي مثلا هذا اول واحد، صار عندنا الثاني واحد، صار عندنا الثالث واحد. هسه نجي ايش نعمل، نجي نغير الالوان، نعمل مثل ترافيك لايت. ايش شلون نغير الالوان؟ نغير الالوان كليك يمين بروبرتيز الاون مالته، اول واحد يكون عندنا احمر اوكي، والطيفي نعمله اسود اوكي، ثاني واحد يكون عندي على اصفر والطيفي مالته اسود، وثالث واحد يطلع عندي اخضر نفسه بس يكون عندي مطفي. تمام هسه خلصنا. هسه نحن ذكرنا انه ترافيك لايت بينه راح يكون 3 اضوية، الاحمر والاصفر والاخضر، هاي الاحمر والاصفر والاخضر. نحن دائما راح يكون داخل لوب، يعني ما معقول يشتغل الاول والثاني والثالث وهذا هو، فلازم يتكررون العمليه تتكرر. فنفس الحاله نرجع على ستراكشر على وايل لوب اوكي، نرجع هم نضيف كنترول اول شيء حتى على ستوب نرجع. بما انه قلنا نحن يكون عندنا 3 مراحل، يعني ستيج اول وستيج الثاني وستيج الثالث، اكيد راح يخطر على بالنا الفلات سيكونس كليك يمين والستراكشر الفلات سيكونس، نعمل 3 اقسام، هذا كليك يمين هذا فريم افتر، نرجع كليك يمين هذا فريم افتر. حلو هسه نحن كملنا 3 فريمات ماشي. بعدين راح نضيف مثلا اول ضوء وثاني ضوء وثالث ضوء، مثلا نسمي اول واحد راح يكون عندنا اللي هو الريد، بعدين ثاني واحد اللي هو اليلو، وثالث واحد راح يكون عندنا الجرين. تمام هسه نحش قلنا اول شيء يكون عندي الاحمر فاتح واليلو مطفي والجرين مطفي لفترة زمنية. بما انه عندي فترة زمنية اكيد يعني ايش نحتاج، نحتاج التايمر الويت، ونحتاج نضيف قيمة معينة نتحكم بها. نفس الحالة بالنسبة الثانية والثالث. زين اكو مشكلة راح تصير اللي هي اذا نحنا راح نعمل مثلا هذا الريد واليلو والجرين، مثلا اول واحد راح نقول له ترو راح يكون عندنا شغال بالبداية، والثاني والثالث يكون مطفيين اللي هي فولس. هسه نحن ما عندنا مشكلة بهاي نهائيا، متفقين عليها، الاول شغال فترة زمنية والثاني والثالث مطفي. هذا بالنسبة للريد اول واحد.
زين مثلا هسه بالستيج الثاني اذا اجي اعمل كوبي بيست هذول الثلاثي، يعني اعمل كوبي وبيست بهالمكان وارجع مثلا اعمل فولس، بس ادوس عليها يقلب فولس بترو بترو. اذا ارجع على السيميليشن مالتي ايش راح الاحظ؟ انه صار عندي اثنين تكرروا، وهذا الشيء صراحة ما راح يفيد، لاني راح اكرر الاخ راح يصير ثلاث الاخ هوني، هذا الشيء ما راح يفيدنا. فايش راح اعمل؟ نرجع نمسح الطريقة ما راح تفيد، نجي على الريت كليك يمين على كرييت لوكال فاريبل، صار عندي الريت. على اليلو كرييت لوكال فاريبل، وعلى الجرين كرييت ولوكال فاريبل. اوكي هسه ايش نعمل بهالمكان؟ بما انه هم نحتاج تايمر كوبي بيست، هذا بالنسبة لل يلو. نرجع هسه ايش نعمل بهالمكان؟ هسه اذا نلاحظ انه ما تكرر عندي اي شيء. اوكي فهي طريقة صحيحة. نرجع راح نطفي مثل ناخذ فولس حاليا، راح نطفي اول واحد والثاني حاليا راح يكون شغال والثالث مطفي، الثاني شغال والثالث مطفي. نرجع نفس الطريقة create local variable بالنسبة للred، create local variable بالنسبة لليلو، و create local variable بالنسبة للgreen. تمام ونفس الحالة، بس ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي اول اثنين مطفيين واخر واحد يكون عندي شغال، ونفس الحالة نحتاج وقت معين حتى يشتغل. اوكي تمام اخر واحد اللي هو الجرين. هسه نجي على الكنترول، هاي اليلو هاي الجرين. مثلا كل ثانية لون يشتغل ويطفي ويشتغل بعده، لون يشتغل ويطفي وهكذا. فهسة مثلا ألف ثانية ألف ملي سكند بألف بألف، إذا نجي نشغل الأحمر يشتغل يطفي، أصفر يشتغل يطفي، وأخضر، والسالفة عندي هتتكرر. فهي هسة ملخص الفكرة وين؟ أنه نحن يطلب عندنا ترافيك لايت اللي مثل لون أحمر يفتح هالقد يعني مثل زمن معين ويطفي، بعدين يشتغل ورانه بزمن معين ويطفي، والثالث يشتغل ويطفي. فنحن بما انه عندنا ثلاثة اضوية راح نعمل ننزل الريد واليلو والجرين، نغير الوانهم. بما انه نشوف مثل واحد عايز يشتغل واثنين مطفيين مرحلة اولى وبعدين مرحلة ثانية وبعدين مرحلة ثالثة، اذا عندنا درجات استيجات فايش نستخدم؟ نستخدم الفلات سيكونس. وبما انه نحتاج يشغله دائما على هالنمط نحتاج عندنا الوايل لوب. اوكي فخلينا ستراكتشر داخل وايل لوب، بما انه كل خانه بها يعني زمن معين نخلي بهالطريقه انه زمن وكنترول عليه انه بس، وبعدين نعمل اول واحد ينزل طبيعي اضويه، وبعدين كليك يمين كرييت لوكال فاريبل، راح يصير عندي بهالشكل. تبقى صرفة وحدي انه اذا اريد انه اربطه على الاردوينو، طبعا نفس الطريقة راح يكون همين نجي نعرف الكليك يمين والاردوينو والامور كلتها. عملت واحد جاهز، اذا نلاحظ نفس قبل شوية هذول الترتيب، يعني بس صاروا بهالشكل نفس الطريقة ونفس الطريقة ما تغير عندنا اي شيء. بس ايش راح نعمل؟ همين نجي نعرف الاردوينو المنفذ الثالث مع اونو، ومثل عندي ثلاثة اضوية اللي مثل المنفذ رقم بن 7 و8 و13. اوكي نرجع مرت الاخواني ايش راح نعمل؟ نفس الطريقة نحن ايش عملنا؟ شغل واحد وطفي اثنين، نرجع نعمل ديجيتال رايت نظر اسم ديجيتال رايت بن اللي هي كليك يمين واردوينو ولو ليفل اللي هو ديجيتال رايت بن. اوكي واكرر ثلاث مرات وارجع نفسه اكرر ثلاث مرات هوني وثلاث مرات اكرر هوني، ومن نخلص ما ننسى الكلوز. فهسه بعد ما عملنا بهالطريقة ايش راح يصير؟ اول واحد 7 شغال، 7
حاطين رقم واحد اللي هو دائما شغال، 8 قيمته صفر و13 قيمته صفر. نفس هاي العملية بالضبط صارت. الستيج الثاني الرقم 7 يكون صفر مطفي، رقم 8 شغال، رقم 13 يكون مطفي، واللي هي نفس هاي الطريقة بالضبط لتلو هي قيمة واحد. والطريقة الأخيرة أنه أول اثنين مطفيين والأخير يكون عندي شغال، و إذا نرفع الكود يعني بس نحتاج يعني نمر الزمن، لأن أول واحد مثلا ألف ثانية أما نرجع ألف ألف ملي سكند أب ألف ملي سكند أب ألف ملي سكند. أوكي هسا هيشتغل مضبوط. إذا نلاحظ الكاميرا ثانية يطفي، ثانية يطفي، ثانية يطفي، يحول. وهذه أتوقع حاليا خلصنا التجربة الثالثة مع كل أسئلتها.